خليني أخذ كمان مكالمة من منيرة. أهلا وسهلا منيرة، أنت معنا على الهواء، تفضلي. أوكي، أهلا بك. أهلا يا أختي، ربنا معاك وربنا يبارك وربنا يعني يبارك في خدمتكم الحلوة دي. ربنا يباركك، شكرا. أنا الحقيقة جيت هنا كندا من 2012، وأول ما جيت ركبت، كنت تعبت شوية وركبت دعامة في القلب، والرب اتمجد والحمد لله وبقيت كويسة. و 2014 الحقيقة جالي كانسر، وتعبت طبعا شوية، بس قد إيه جميل إن يعني الإنسان يبقى مع ربنا ويعدي حتى المرض والتجربة بسلام، ولتكن إرادتك يا رب ولتكن مشيئتك. وخدت كيمو وخدت راديشن، وكانت فترة بس كان جوايا سلام حلو خالص الحقيقة، ولدرجة يعني ما حدش قوي حس بيا من حواليا. ونشكر ربنا وبقيت كويسة خالص دلوقتي، وبعمل تحاليل كل 3 شهور، وبروح للدكتورة وبتقول لي بيرفكت، ونشكر ربنا والحمد لله الرب اتمجد معايا يعني فوق ما حضرتك تتصور، وأنا بقيت كويسة خالص دلوقتي ونشكر ربنا. ربنا يباركك يا أخت منيرة، شكرا جزيلا. فالمفروض إن إحنا كل دقيقة نقول له أشكرك يا رب، كل دقيقة تعدي علينا نقول له أشكرك يا رب. آمين آمين. ربنا يباركك يا أخت منيرة. شكرا كثير كثير. ربنا حنين قوي وربنا تمجد معايا مجد عظيم. آمين. فنشكر ربنا. ربنا يباركك يا أختي، شكرا جزيلا. خالص. أهلا بك. سلام ونعمة. سلام ونعمة، ربي يباركك. أهلين.